في بس ريجولار كروس لاين زي اللي بنعمله عادي خالص في حاله الكورنيا او الاكتيف كورنيا، ما فيش اي سبيشال بروبلم، ده ريجولار كروس لاين. بقى ايه السيكنس قبليها ولا بقى السيكنس بتاع الكورني قبليها ولا ما طبعا هنا احنا ما بنقدرش على احنا بنقيس السيكنس اللي هو العادي عشان احنا مش عايز احرق الاندوثيليا، مش كده؟ انا عندي السر اجريسيف السر بروبلي اخدع كل اللييرز بتاعت الكورني وانا خايف من الباس، مش بفكر قوي في الاندوثيليا لان انا اني واي ام جوينت تو دو اوبريشن في العين الليفر ام تراينج تو هولد الانفكشن الموجوده. ذا سيم روتين برضو بالريبوفلافين نص ساعة نص ساعة. ايش بريموف ابسيليوم او بريموف بارت من النكروتيك تيشو الموجود ولا؟ وبرضه احنا بنقول دوت انت بتحكي على عيان نورمال، انا هحاول اعمل انسبريشن رايبوفلافين عشان احمي الاندوثيليوم وحاجات اخرى، انا ما عنديش هنا حاله نورمال، مش حاجه خايف احميها قوي، اوريدي الكورنيا دامج ماشي، انا عايز اعالج الانفكشن لكن ما فيش حاجه خايف عليها وبي دامج. في حالات الفانجل بشيل نيكروتيك تيشو الموجودة على السيرفس ولا بسيبها زي ما هي ما بشيلش حاجة؟ ممكن اعمل كده، ده ياخد حاجات نفسها. بالنسبه دكتور للكالتشر انا اللي بعمل يعني انا اللي باخد السبيسمن وببعتها المعمل ولا يعني دي بقى يعني لو انت تقدر تعملها بقى كويس لكن لو المعمل يعملها طب يعني ايه البريكوشن اللي انا ممكن اخدها يعني اخد بالي منها وانا اللي هعملها يعني؟ اولا محتاج توقف الانتيبيوتيك او تريتمنت فور وان داي على الاقل اخدها واجيب بسترايل التيوب بتاعت المعمل الجزء اللي فيها واعمل يا اما لو انا هاخد سوبرفيشال لير لكن لو ما طلعتش الريزلت انا محتاج يمكن اخد نعمل كورنيال بانش ممكن اعمل اخد تشر جزء من التشر الموجود في الكورنيا يعني. على السيت لامب حضرتك ولا في الـ ولا في الاوبريشن؟ ايوه في الجامبوت على السيت لامب اوكي في الجامبوت. طيب والكونفوكال حضرتك كونفوكال مايكروسكوبي ده انا ما عملتوش صراحه ما اقدرش اقول لك وي ريلي نيد تو يوز ذس ليكتشر واز ريلي فيري يوسفول ليا فانا ام جوينت تو يوز الكونفوكال انا هبعت بعدين يعملوا تشيك الحاجات اللي كانت مهمه لان هي اكوردنج للكتشر دي هي الحاجه المهمه او يعني هي اهم حاجه على الدايجنوز اللي كان سليم. طب الانتراستروما الانجكشن في الانتي فانجل ايه راي حضرتك؟ انا جربته في حوالي 3 عينين اي جوت اكسلنت ريزلتس بالامفوتريسين بي. الدوز حضرتك؟ الدوز انا محتاج تاخدها مني عشان هي ليها حسبه كده طويله قوي يعني لكن هي انت بتيجي بالامفوتريسين بتحلله على الدكستروز ما ينفعش تحلل على اي حاجه ثانيه وبندوب الفايل هو 50 ميلي جرام مايكرو جرام بندوبها في 2 سنتي بعدين ناخد سنتي نرفعها 500 سنتي دكستروز بحيث ان الدوز في الاخر تطلع 5 الى 7 مايكرو جرام 0.1 ملي ليتر ده انا ممكن تاخده مني ك يعني ازاي تحضر الدوز بتاعت ال الكونفوكال مايكروسكوب عند مين في مصر؟ انت فين؟ طب احنا ممكن نسال غالبا اكيد ممكن نعيد في الجامعه او في اي مكان في الماركت يا الماركت علاج اللي احنا بنسميه بقى اسمه بترولي قطرة يعني ولا قطرة بتتباع ب 95 جنيه كانت موجودة في صيدلية عالية كبيرة يعني هي موجودة بصعوبة والعلاج محتاج يكمل على الأقل من شهر لشهر ونص. طيب في ناس بتستعمل قطرة بتدريب قطرة بيتادين حاجه بس مش هي سبيسيفيك دي وممكن تستعمل نيومايسين يعني نيومايسين از ريكومندد مع كانسر ميبا مع البرولين بس البرولين موجوده في السوق. بتاخد 4 سنوات في اليوم على مدى شهر لشهر. الجزء بتاع القطن خليه very thin خلى عيني يبص على جنب يعني touch the cornea ونشوف ال blinking response في معظم الناس بتوع ال virus اللي هم ال herbs هتلاقي عنده diminished cornea sensation في سبب من